أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إِنَّا
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون لا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يكون عليهم وكيلا.